مسك ايدي وانا عنده في المستشفى، مسكت ايده مع انه كان بغيبوبه على فكره. يا الله والله عليه. فلما مسكت ايده شد على ايدي، معناها انه كان راضي. يعني لما ولد عمي خذاني له وقال لي لازم تروحين الحين، ليش اروح المستشفى الحين؟ قال لي ابوك قاعد يحتضر والظاهر انه يبيك. ففعلا رحت ولما مسكت ايده قالوا لي ما راح يحس فيك. لما جيت وطحت عليه مسكت ايده مسك ايدي، حسيت في مسك ايدي. نعم. فحسيت انه كانه يقول لي يعني اسف. يمكن.